سي دابا يسخن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله انا فرحان اشوفك يا اخي، والله والله فرحان. انا جيت مرتين هنا في المغرب ما حصلت والله. لا 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 والله خلاص يحصل عليك. اخبار لاباس؟ الحمد لله. كيف الجو؟ مزيان ان شاء الله. الحمد لله مزيان. بارك الله فيك. والله دخلت يا شيخ هنا، جيت مرتين لاجل اشوفك. مرحبا. اول امس كنت في اسطنبول، دخلت هذه ثالث مره. طيب طيب، هذه ثالث مرة في المغرب. اي نعم. لأجل أشوفك. سبحان الله. والله بدأت 2018 شهر 6 يتسالي. أول مرة لما شفتك أنا في اليوتيوب شخصيا أثردني. بارك الله فيك. بدون تعليق. بارك الله فيك. قراءتك وكيفيتك. بارك الله فيك. اتصلت المكتب ما صار. جيت أكتوبر هنا. المشكلة لما جيت الجوجل مشيت الولفة. اي نعم نعم. يوم كامل كله كنت ادور الولفة. خير ان شاء الله. محسن. وثاني رجعت اتصلت معك في الفيسبوك. نعم مرحبا. وانت قلت لي الملف لو تتذكر شهر واحد قلت لي الملف ملف الطبي. طبي لابد عندك، لو ما عندك معناتها شويه صعوبه. ثاني رجعت امريكا. سبحان الله. والله رجعت من اجل الملف. من اجل الملف ايه؟ لان انت قلت لي راسلني واتساب ما حصلته. مشيت امريكا. ضغطت الإدارة بتاعي لكي يعطوني الملف الطبي. لا مش الإجازة. نعم. الملف الطبي هو سهل، تمشي دكتور عادي هو يعطيك. مشيت الدكتور، الدكتور بتاعي قال عنده إيفوكيشن، كان عندي ملف القديم مش الملف هذا. شو الأمراض اللي عندك؟ اوكي هذا سؤال طيب يا اخي. والله انا شخصيا ارتاح نفسيا اقول قبل الرؤى الشرعيه. حتى الامريكا انت اصبحت شخص عجيب. بارك الله فيك. مشيت اقصى في الغاره اسمك موجود. بارك الله فيك. اقصى غرب اسمك موجود. بارك الله فيك. تطلع من الكمبيوتر نعيم ربيع. نعيم ربيع. بارك الله فيك. حتى سماعك كذا في الناس في تاثير. الله اعلم. هذا هاي. بارك الله فيك. دكتور انا مدير شركة في أمريكا حاليا، اشتغلت هذا الشغل قبل كنت شغال شغل ثاني. مهما اشتغل أسوي فلوس، ممكن فترة غير عادية فلوس، نهاية السنة زيرو، ما عندي فلوس. كانك ما حصلت شيء. ما لا شيء. هذه أول حاجة. دائما ولا شيء. كل سنة. كل سنة. وأي فلوس عندي لا أعطيها لا أعطيها أقاربي، سلة الرحم أعطيها شخص بعيد مني، وممكن أرسلها بدون شيء، ولما أنا أرسل هو يستلم دماغي يرجع ويقولوا كيف حصل. علمي ما عندي، لا أقدر أتزوج مهما كانت الظروف. أنا حاولت. مع أنك ما شاء الله شغال عم. الحمد لله مرتاح. والزواج في تعطيه. ما وتحاول. إيه ممكن أسوي في السنة حوالي، لما حولنا الفلوس المغربية 500,000 درهم تقريبا أو أكثر في السنة. نهاية السنة ما عندي فلوس. حاليا حصلت شغل في الشهر 150,000 درهم حاليا جديد شغل. هذه أعطوني العقد لك ما بدأت. قلت أحسن أمشي للشيخ نعيم قال لي شوف العيب بتاعي. زواج ممنوع. ألبس أحلى حاجة، كل مرة ألبس أحلى حاجة لابد يكون عندي برفومه. البرفوم عندي هذا البرفوم عندي، تطلع مني ريحة فاسدة كريهة. ايه انا في الشغل لابد ببريك تايم انزل تحت اشوف الناس اللي كيف يشوفني، اغير لبسي، استحم. لو ما استحمنت ورجعت في المكتب مستحيل ناس يقعد جنبي. سبحان الله. اشتري الشهريه ممكن 100 دولار. هذه لما احط الريحه والبرفوم الريحه اصعب. هذه بطني يطلع كل مره عندي سويت المعجون ما يفرق، معناتها عملت وعملتهاش تطلع ريحه فاسده. بمعنى الرائحه تخرج عندك من الخارج ومن الجوف. مع من الداخل اثنين. وشكلي حيشوش، مرات يكون حلو مرات يكون شكل كريه. معناتها ثاني حاجه مقابل، معناتها مثلا لما احب انا اكون لما كان مع الناس شخص اجتماعي، احب
نعمل اجتماعات كذا، لكن لما قابل الناس اي شخص يكرهني، معناته مقابل الشخص انا اكون طيقة، احب اكون منفصل، ما احب مع 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 مع, مع الناس. هذه ثاني حاجة. مرات افقد الوعي الساعة 2 صباحا، اصحى النوم، انزل المدينة على اساس ما اعرف، 2 صباحا 3 صباحا اطلع المدينة بدون اي شيء. واضح. ايه فهمت. ايه هذه من ناحية الاخ، من ناحية الغوص العادي. سمحنا. لا باش عم مشكلة. كل مرة يجيني مرض في الكلية امشي للدكتور عالي، قال له ما عندك ولا شيء. يجيني مشكلة زيادة الوزن، مهما انا استخدم دواء بستخدم رجيم جسمي حيزيد عكس عكسه. بمشي التغذية يقولوا اعمل كذا 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 كذا، قدروات اسويها عكس. حتى لو كان رمضان وزني ما حينقص، حيزيد. وزني حيزيد. كم عمرك من زمان؟ عمري 35 سنة. عندك زيادة في وزنك؟ ايه انا ولد 84. زيادة في وزنك كثير. ايه وخذ زيادة. وكيلي كذلك. ايه اي حاجة معناتها في ماذا يقول الاطباء في امريكا؟ ماذا إيه؟ يقولون؟ ما يقولوا، قالوا ما عندك شيء. سبحان الله. اقابل الدكتور مشيت الدكتور نفسي. نعم. قال ما عندك شيء. كررت كمان. نعم. مشيت الدكتور الخاص مني. نعم. لما اروح الدكتور. نعم. حيقول مني هذه ما تعملش، تعال استحم وتعال بس الصباح. امشي هناك الريح تقف، ما في ريحه. لكن لو مشي المسجد بمشي مع الناس ريحه وكانها زياده، كانما في شخص جنبك يعمل برفوم ريحه فاسده. نعم. إيه انت ما تعرف. ايه واضح. ايه وبالليل اشوف شخص يهاجمني بالليل، شكله شخص زي القرد، ولا ما اعرف شكله، جسمه عنده شعر. إيه شعر زي القرد كده، لكن شخص مش قرد من شكل، لكن جسمه في الخارج. نعم. شعره شعر القرد. إيه. نعم. كبير والشيبان. مره هو جاني، هو عايز يعمل هيك. قرات القران آية الكرسي ودخلت على هذه الاصابع الثقيل على اهل عنف وهرب. ثاني مره جاء عمل لي بالقوه وضربني بالجدار، وثاني قرات آية القرانيه وهرب. مره كنت في نيويورك كنت نايم، جاني هنا في هذه الظهر شخص داخل جسمي يقول هذه الشخص انا عطلت اي حاجه. يعترف. إيه. في المنام. اي بنام. إيه. قال عطلت اي حاجه، سويت هذا المكان حجامه وما ما في فرق. جيت هنا لما اخر جيت لما جيت هنا رحت لاسطنبول عملت حجامه كامله في المستشفى، بس شويه ارتحت نفسيا، انا الريحه قفت. رجعت امريكا ريحه زادت غير عادي. عندك مشكله بالضبط في امريكا؟ الله اعلم. لا لكن المشكله بدات قبل امريكا. انت اصلك سوداني؟ لا صومالي. انا صومالي. ما شاء الله ما شاء الله. وانت مقيم في امريكا سنين؟ ما مقيم في امريكا. انا كنت زمان كنت في ليبيا، بدات هذه المشكله اعتقد كنت في يوم من الايام كنت في واحد مع كنت استاذ ادرس دروس خصوصيه في بيته، اعطاني اللحم بدون خضر بدون اي حاجه، لحم اسود ومعه صحو ملعقه، اكلته هذه اليوم الا حاليا. في ليبيا. ايه زمان. كنت تدرس هنا؟ لا كنت استاذ، انا درست في السودان لكن كنت لليبيا. كنت استاذ تدرس هنا؟ تدرس هناك. خلاص واضح. خلاص الموضوع بتاع. طيب خير. طيب اثناء اسمعك للجلسات الرقية ايش صار معك؟ ما ادري ايش معك. والله في تحرك في يبدا من هنا الى هنا في الجسم، مثل هنا تبدا حاجه تحرك من هنا الى هنا. وكان في هواء دخلت وخرجت. جيد. اذا في اعراض حقيقيه موجوده. ايه ايه. وشو الايات اللي تاثر فيك او نوع الرقيه اللي تاثر فيك يعني؟ اول هذا سؤال طيب. اي الرقيه معنا؟ انا ديما معاك اللايف والتتانين كلها معاك. ما شاء الله. ايه ايه. لما ادخل ثاني حاجه لما انا اروح مكان اسافر اكون معي بروحي، احب ان اخليها التليفون في رقيتك الشرعيه مطوله في 2 ساعه 3 ساعات. في حد يجيني في القارج لما انا نوم يسكرها. اي وقفها. انا الصباح اطلع اشوف 34 دقيقه مسكره، معناتها ما تمت. ما تمت. خلاص ما تمت. واضح. ما تمت. وكم عندك من يوم في المغرب؟ ها والله يوم واحد امس وصلت. لا كم تبقى في المغرب؟
والله ممكن. لا يوم لابد يوم واحد عندي عندي رجوع. امتى عندك الرجوع؟ يوم واحد. واحد في الشهر. انت قلت على انك جئت ثلاث مرات. ثلاث مرات هذه ثالث مره. وما استقبلتك؟ ما استقبلتك والله. ورجعت مره الى امريكا من اجل تاتي بالملف الطبي. انا اتصلت معك في الواتساب، انت قلت لي بدون ملف، حتى الفيسبوك عندي فقط. انا حبيت لا انا شفت الان فيسبوك. خلاص واحد. انت قلت لي ملف طبي ورجعت من اجل تاتي بالملف. مشيت امريكا وجبت هذا الملف عندي. هذا جسمي كامل عملته فحص، جسمي كامل، قالوا ما عندك شيء. يعني كل ما 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 في حل. ايش احل؟ انا مريض و... جيد يبقى عندنا لو تعالج. هذا تقريبا في شهر في 2017 في شهر 4، لكن اول فحوصات كانت متى؟ فحوصات هذا بدات اعتقد في ليبيا، لكن هذه راحت ليبيا. خلاص مش مشكلة. مش مشكلة. طيب انتظرني، ما عندك مشكلة في جديد. انا اتكلم مع الاخوات لان ماذا انت جئت اكثر من مره من امريكا وما استقبلتك، فباذن الان اعطيك هو اليوم في الاسبوع القادم ما تاتي عندي. اوكي خلاص. تعطيني يوم واحد ولا يومين؟ اعطيك ان شاء الله يومين وثلاث، مو مشكله. ايه لان قبل ارضى عايز، لان حسس طويله، لان اخر مره انا حيرتني اخذ تذكره واجي سريع. اخر مره في امراه انت عملت حاجه وقالت اعطيني الحاجه زي هذه، ما اعرف فيها. ابشر شيء نفس القصه اللي بتاعها عندي. ابشر. انتظرني بالخارج. جدا. احتفظي بالملف حتى تاتي عندي. اوكي. حتى ما يضيع يدك. خلاص؟ انتظرني بالخارج. جدا ان شاء الله. ابشر. ان شاء الله معك. حياك الله اخي. ان شاء الله. بارك الله. وفي تعرف في احياء اسكن شقه. انتظرني نقول لك ان شاء الله. مش بارك الله فيك. حياك الله. لا رواج مش مشكله. شنو المشكلة عنده؟ شنو؟ تفضل. الأمل الوحيد ديالي. سامحك. دقيقة عطيت على شرطة على راسي. عندي المرة ديالي الشيخ جوج مرات تيجيو البوليس يعيطوا غير جيران. فين؟ في أوروبا، في إسبانيا. عامين هادي تنقولوا نجيو عندك متابعة الحالة ديالك يوميا. وقالتها لي، قالت لي جماعة راه ما كيعطي لا رانديفوات، كنت نمشي عنده واخا نطيحلو لرجلي. عيت والله الا عيت. شنو المشكل اللي عندك يا سي؟ مريضة. ودابا ولاو كاع تخيل، دابا غير في الاجتماع ديالي دابا نبغي نجتمع انا ولا تيبقاو يهضروا. نجي في الجماع كيطلعوا. وهي وحدة لا بدات كحزن مؤخرا. هادشي تقريبا عامين ويني فيه هي شي حوايج قبل ما نتزوج بها. دابا راه دار لي السيد الرقيه ليا، قلت لي راه انا حاس بقى عندي شيطانه حاسده عاشقه، فهمتيني؟ قال لي راه ممكن داكشي اللي فيك اللي ماثر على المراه. قلت لي المراه راه فيها قبل ما تتزوج بها، بقاش تحلم بالقبور بالمدرسه ولا مؤخرا دابا تتكون سايقه ويسدوا لها عينيها. واش فهمتيني؟ شتي اكسيده تدخلت في الليل وتيعيطوا الجيران على البوليس. جي جوج مرات دابا راه قالوا لي اخر مره اللي غوتت نجي نديوك. و تتخاف دابا غير يهضر داكشي اللي فيها و تيقول لي راه نوتكر والله تنصيفطوك للحبس. وخويا شنو انا عطيني غير موحد لشهر 7 ولا 8 و عامين كنتسنى الفرصه. عامين راه حتى تنبغي نجي وقع لي شي مشكل. عامين راه من رمضان ديال العام اللي فات ملي 27 بدا هادشي ديال، ماشي رمضان اللي فات الاخر. ودابا المشكل عندي حتى البنيه مريضه صغيره، الكبيره خلي لك عامل تقزقز في سنانها. انا عاوتاني واقيلا مريض من الصغر ديالي. انا عاودت للسيده هاد الصباح انتين غير معاد لي مركزت مع الرقيه ديالها وشويه نيت التقيت الله ومشيت في الطريق وليت تنحس هاد اللي تتموت عليا هاد الرجل هاد الصباح ولا تيعوج ليا هذا كاع تيمشي ليا لهاد الشيء. انا غير المراه ديالي دابا انت في اسبانيا. وانا غير المراه ديالي انا ماشي انا راه ما خدامش 6 سنين هاد ما عرفتش منها غير تجيب لي الخدمه كنبغي نضرب راسي. سبحان الله. غير تجيب لي الخدمه. دابا زوجك جبتها ما بخليتها ليا. ما جبتهاش. راه ديتها عند طبيب نفساني ثلاثة المرات. تيقول لي ما عندها والو.
وخطره خطره بدا يهضر داكشي بدا هو تيقول عيطوا لي على راجلها ما كنفهمش حتى تقول تيبدا يهضر بالعربيه شويه يهضر بالصبلونيه انا صافي كلفني 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 الراي كلفني الراي الجماعه والزواج شوف يا الراي يدير الاخر دابا هي عندها الحيه واحد النهار قالت درتي واحد رقيه يركز معها وركزت معها وتنقيد عندها جوج حيات فرجين عندها سحر القبوة عندها سحر التفريق ما عرفتش والله ما عرفت عايشه شي واحد سلم والبارح حتى تعيط عليا قالت لي راه وليد لي صريت بقاش فاش كانت تصنت لك ورقه تهزات الصباح قالت لي راه تهزات الصباح هذا كان الله يهديهم الله يهديهم انا راه معذبين مع تزوج بها انا دابا راه البنيه الكبيره عندها 11 عام ما شاء الله وين هي كانت في الصغر ديالها بقاش قالت مريضه وداوها للسكانير لراسها الدواء كتفيق تكون نعسه تتنوض تهز في السماء وتخبط وتغوت بحال شي حاجه كيزير عليها انا عاوتاني تزوجت المره الاولى ما كاملش شهر طلقت خويا كذلك ما كامل شهر طلق واحد خويا اخر ما كامل شهر طلق خوتي كلشي مريض في الدار في الرجلين الوالده مريضه عندنا التقرقيب في واحد السقف في الحيط في البيت راني عاودت الصباح تابعني هذاك التقرقيب حتى لاسبانيا الليل هو الخبيط عندي في السقف الليل الليل واضح واضح الامر اذا عيله قديمه وعيله جديده الله يستر انا غير المراه راه غتهبل ليا غادي تهبل غادي تهبل والله خويا غتهبل غتهبل الشيخ غادي تهبل ليا راه كتقول لي مسكينه الصباح وتلقاها طايح له على رجلي بغيت نمشي عند تيقولها واحد فيهم وسير عند ربيع هذاك اللي مسلم كاين شي مس قديم فيها واقيلا اللي كان ضرها في الراس تيهزيد وتيقولها يديك عند ربيع فهمت الله يستر عليك اخويا عطيني غير موعد صافي غير جي 7 ولا 8 الله يستر عليك الله يستر عليك الله يرحم لك الوالده هي دايره واحد الامل فيك كبير صافي سير الله يسخر الله يسخر الله يستر عليك اخويا صافي غير جي اش نشهر بالضبط قبل ما تجيب سيمانه اتصل بيا وجي الله يستر عليك 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 وليت نخدم ندخل الدار كاع لا لا ماشي مشكل نعم شنو بغيتي؟ قال لك بالمسيد السيدي جي عندي